حولي بالرشاش وبتهديد يا الشيبي والله لما وقفت رميناك. رميتوني على شنو؟ انتم من 2010 ل 2020 البحير اللي مسكتوها كلها، هل حصلتوا عندهم سلاح؟ هل حصلتوا عندهم مخدرات؟ حصلتوا عندهم اي شيء تهريب؟ كلهم بحاحير طلعوا من الصباح يترزقون الله ويردون في بيوتهم. 20 يوم يلس وانا عندي 5 افراد في البيت وانا اللي اكد عليهم، ما حد يكد عليهم، وتم ولا اكل ولا شيء العيال. عندي كم من فلوس اقول لهم اكو خذ الفلوس، حتى التليفون ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتكلم، ما تتكلم ولا شيء. نعم ودونا حق القاضي محكمة عقب 3 أيام. يوم وصلنا أول ما مسكوني وصلوني رويس، يا بو يا بو يا بو، يستنسون يا بو البحريني، يا بو يا بو، شنو يا بو يا بو؟ شنو فريسة صايدين له؟ وتظل عندهم من الصباح حدا أنت حققوا معاك ليل مساء ليل في الليل، على شنو التحقيق؟ بحار ده اشترزق الله في حدوده، مسكتوه شنو عنده؟ سمك ماله. 3 أيام يوم ودوني عند القاضي أقول أنا في المياه الإقليمية البحرينية، قال اسكت، هذه الأحداثية، قال أقول لك اسكت وخلونا في السجن، رجعونا حكم على عقب أسبوع، تعالوا مدد لك عقب أسبوع، عقب أسبوع ليه كملنا شهر؟ عقب رحنا أنا ويا جماعة ما يقارب تقريبا 20 ل 25 بحريني اللي ودونا النيابة، كلنا 50,000 ريال قطري، 50,000 ريال، 50,000 ريال، تعال احنا بحاحين وين يبايل 50,000 او سجن سنة كاملة، سنة ما في. اتصلت لك اخوي البحرين خذ قرض وطرش لي، واليوم كسدد في القرض.